المثل الشعبي بيقول لك ايه من زمان؟ بيقول لك نظف بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. شفت دافع تنظيف البيوت وترويقها عندنا من قديم الازل ايه؟ ان محدش يطب عليك فجاه ويقول عليك زباله، بس كده، يعني مش عشان البيت يبقى نظيف فعلا لا سمح الله خالص، دي كلها شكليات. علشان كده تلاقي ان تجهيزات البيوت بتختلف حسب نوع الزياره وشكلها، او حسب الظرف بشكل عام. ازاي؟ الزيارات الرسميه، زي زيارات النسايب، عزومه مديرك في الشغل، فاهم؟ دي بتبقى تجهيزات عامله ازاي؟ بالظبط زي تجهيزات الشوارع للزيارات الرسميه. بيعملوا ايه؟ على ما اعتقد كده تقريبا بينظفوا الشوارع وبيبعتوا عربيه الرش والجو ده. لا طبعا، هم اذكى من كده بكتير. ينظفوا ايه يا ابني؟ هم بيحفلطوا خط سير الزياره بس. يسفلتوا الشارع اللي هيمر فيه الموكب، يحطوا ورد وزرع مؤقت على الجنبين، يخبوا الزباله في الشوارع الجانبيه وتعشت، مش كده؟ الزيارات المنزليه الرسميه بالظبط نفس الفكره. احنا هدفنا هنا مش اننا ننظف خالص. امال بيعملوا ايه؟ احنا هدفنا المباشر اننا نبين البيت كانه متنظف. ازاي؟ اقول لك، التارجت بتاعنا هنا هو الليفينج، هي دي المنطقه اللي بتاخد مجهود عشان دي اللي بيبقى فيها هدوم، بواقي اكل ومناديل مستعمله، ازايز فاضيه، دراعات بلاي ستيشن، بيومي فؤاد، كتب، مجلات، لعب اطفال، كلاب، اهداف كاس العالم 90، الحاجات دي كلها. ارمي بقى كل الكراكيب في الاوض، ما تنشرش الغسيل اللي مش نظيف، كومه كله، خبيه في الغساله او في البانيو، وحط صابونه جديده. تقلقش، هنشيلها وهنرجع البروه بعد ما يمشوا اللي احنا شغالين بيها اساسا. نغير الفوطه، خضر العيال وكممهم ونيمهم واقفل الابواب. طبعا اوضه الكراكيب بنجيب اذن من النيابه وبنشمعها بالشمع الاحمر. ليه كده؟ علشان كراكيب دي هتاكلنا، ده وحش جوه. خلاص، بره بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي: هنكنس السجاجيد ونلمع الارض اللي حوالين السجاده، فاهم؟ سواء كان باركيه، سيراميك، بلاط، اي حاجه يتظبط كويس. اما اللي تحت السجاد وتحت الكنب والكراسي وبين الشلت ده مش مهم اطلاقا. لا، ما تضيعش وقتك في الحته دي. هنلمع الموبيليا اللي موجوده في النطاق ده بس، اللي تكون في مستوى النظر، فوق قوي لا، تحت قوي اوعى. هنشيل البيضات من على العفش وننفض تنفيضه خفيفه من على الوش كده، مفيش اي داعي للتنفيض العميق اطلاقا. بالعكس بقى، على فكره ده يفتح عليك باب جهنم، مش هتلاحق على المفاجات اللي هتطلع لك. خليك سطحي، ليك خفيف، ها، على الوش كده. المفارش مهمة جدا في نوع الزيارات ده. ارمي مفرش على اي حاجة عندك شكلها مش قد كده، اي حد شكله مش عاجبك في البيت قبل ما الضيوف يجي ارمي عليه مفرش. المفرش ده زي السحر. هنهتم جدا بالاضاءات في الزيارات اللي من النوع ده، الاضاءات الجانبية الرومانسية الخافتة، انسى بقى النجف والاضاءة المباشرة والفضايح دي، اباجورات جانبية بلمبات 50 واط كتير، دي ممتازة، تخبي عيوب الدهانات بتاعت الحيطه، بقع العفش، خروم الستاير، عيوب البشره والتجاعيد، علامات تقدم السن، الهالات السوداء، فاهم؟ كل ده بيتدارى. طبعا بالنسبه لتجهيز البيت للزيارات الرسميه، الكلام اللي فات ده بقى ما يمشيش خالص مع زيارات التفتيش. زيارات الايه؟ التفتيش. طبعا زيارات التفتيش دي الستات عارفاها كويس، حماتها، اخوات جوزها، ضرتها، مرات صاحب جوزها، السكانر الشريره بتاعت انت تخنتي قوي ولون شعرك مش لايق عليكي، مناخيرك موضتها بطلت، انت عندك حاجب اسود وحاجب بني ولا ايه؟ وريني كده، ارفعي الحاجب، اعملي كده، ها؟ اللي واقفه لها على الواحده دي. بص يا معلم، الزيارات دي تنفض لها تنفيضه تمام، تنفض لها خالص، نفض. يعني ننفض لها خالص، يعني ما نفتح لهمش الباب، ما ندخلهمش اصلا. لا لا يا ابني، لا ما تفهمش غلط. امال بننفض لها البيت بجد حرفيا. من بدري، فاهم؟ مش نحلق يعني، لا يعني بننفض ونمسح ونسيق ونقشط ونعطر ونلمع ونسفلت والجو كله، ونحلق كمان يعني لو ينفع تحلق قبلها. ست ولا الراجل؟ احتياط كله يعني، كله يحلق. يتنفض. أوكي. مع بعض، مع السجاد وانت معدي بنفس المكنه نحلق بجد. ده تفتيش يا ابني مش هزار. كل عيش، كل عيش. في زياره بتكون ليها بقى استعدادات خاصه جدا، اللي هي زياره العريس. دي مش زياره تنفيض، لا، دي جراحه تجميل شامله. نعمل ايه بقى؟ بنغير الديكورات، نعيد هندسه البيت داخليا، ونركب كهارب جوه وبره، نقشط الارض وندهن الحيطان سبونج، ننجد الصالون ونغير اللمبات الموفره البيضة دي علشان الفضايح، ونطلع بقى الفنان التشكيلي اللي جوانا بقى. فجاه كده بيظهر عندنا اهتمام قديم بالفن وبالحركه الفنيه، نبتدي نشتري لوحات، انتيكات، تماثيل برونز، نوافير رخام، اثار فرعوني وروماني، بنحول البيت لمتحف محمود خليل. الكلام ده لحد امتى يا معلم؟ امتى؟ لحد كتب الكتاب. كتبنا الكتاب اكيد، اتكتب، تراجع عليه، تبص على الاختام، على الورق، على كل حاجه. يلا حبيبي، رجع لي الحاجات دي كلها على المخزن، هات الرهن، وقبل العريس اللي جاي تبلغني قبلها باسبوع، كل حاجه ترجع لك تاني. خلصت. في بقى كمان تجهيزات البيت للزيارات اللي فيها عيال بعد ما العرسان يخلفوا، والجو ده طبعا دي ليها تجهيزات خاصه جدا. مبدئيا كده في عيال جايه، فالبيت كله بيترفع 50 سم من على الارض تحسبا لاي مفاجات، اتحط على رف كده،
ده أول إجراء. تاني حاجة بقى في التجهيزات إنك بتلاحظ إن البيت بقى ووتر بروف فجأة. معلومة، أول لما تشوف السراير اتفرش عليها مشمع والكنبة تلف ببلاستيك، السجادة تكيس بكياس زبالة والنيش تكيس بالبابلز اللي بيفرقع ده، عارفه؟ عارفه. الشريط الأصفر بتاع الجرايم بتاع القتل ده اتنصب في كل حتة داير ما يدور الريسبشن كده، افهم إن البيت دخله عيال. معلومة تانية، لما تفتح دولابك وتلاقي الكريستالات والتحف والفازات والأنتيكات متكمرين بين القمصان والبيجامات، اعرف إن ده إجراء احترازي بيعلن عن وجود عيال صغيرين في البيت. ماما عملت كده، اتصرفت، دي ما بتجليش. وأم خلاص بقوا هرشين الحركة دي، الضيوف بقوا هرشين الحكاية دي. لا، الفازات والتحف والأنتيكات هرشين الحركة دي. تلاقي الفازة داخلة وسط الهدوم، سلام عليكم، هتلاقي الهدوم بيقول عليكم السلام وبركاته، ايه جاية في ايه المرة دي، مهند وآية برضو، الفازة تقول لا جمانة وعبد الرحمن خدني جنبك. يعني هم عارفين العيال، حفظوا بعض، بقى في ما بينهم علاقة جوة الدولاب، العيال برا زيارة زي الفل. كل الزيارات دي بقى كلها كوم، وتجهيزات الزيارة الكبيرة دي كوم تاني خالص. الزيارة الكبيرة العظمة كلها زيارة الفار. الزيارة دي بالتحديد هي الزيارة الوحيدة اللي بتوقف البيت كله على رجل، حرفيا بيقف على رجل فعلا، مش مبالغة مني. بص بقى، في فار في البيت، يعني كل أفراد البيت لابسين شتوي سواء كنا في الصيف أو في الشتاء، جزم بوت ومدخلين البناطيل جوه، قاعدين مربعين رجليهم على الكنب والكراسي وماسكين سلاح. غير بقى الفخاخ والمصايد اللي مرشقه في كل حته في البيت واللي بتفضل تتطور مع الوقت، يعني الاول يبقى ايه، في حته طماطم وحته جبنه لازقه جنبها، ماشي، بعدين تلاقي حته لانشون وصاعق كهربائي، بعدين نص كفته وطبنجه، بعدين فخ ضاني وشيك على بياض، اي حاجه. واحده واحده البيت بيتحول لوحده عسكريه. طول اليوم تسمع اصوات شد اجزاء وصويت وصريخ وازاز بيتكسر ونجف بيقع ومرار طافح. احمد والنبي اقفل السيره دي، عشان انا بخاف اصلا، مش عايز اسمع الحكايه دي. لا يا ابني، انت الدنيا انا تمام، ده بلاتو متامن وتتفق. ايه يا ابني، ده بيت اخوك. ايه ده احمد، يا ماما، احمد.